طهران وأنتقل إلى القدس معك أحمد جرادات. إذن في إسرائيل كيف هو المشهد، حالة الترقب لأي رد إيراني خاصة مع هذا الجو الإيراني الرسمي الذي سمعناه اليوم من طهران؟ نعم، وقبل قليل نقل موقع ولا الإسرائيلي عن مصادر أمنية إسرائيلية بأن الجيش يستعد لإحباط الهجوم الإيراني في حال توفر معلومات استخباراتية، ما يعني أن إسرائيل قد تذهب إلى ضربة استباقية إذا ما توفرت معلومات واضحة عن طبيعة الهجوم الإيراني وذلك لإحباطه. أيضا الموقع الإسرائيلي يقول بأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعتقد أن سبب عدم الرد حتى هذه اللحظة هو خشية إيران من رد إسرائيلي قوي وفقا لمزاعم الموقع الإسرائيلي. ولكن من جهة أخرى يتأكد يوما بعد يوم أن عدم وجود أي معلومات استخباراتية واضحة لإسرائيل بشأن ما يجري في طهران أو الرد المرتقب إن كان من طهران أو حتى من حزب الله هو السبب لهذه الحالة من الغموض في إسرائيل. وعليه هي تستعد وتقول بأنها تستعد لجميع السيناريوهات من ناحية الاستعداد العسكري. إسرائيل اليوم أشارت اليوم إلى أن الجيش الإسرائيلي وسلاح الجو لم يستخدم السلاح الذي وضع جانبا منذ بداية هذه الحرب، وذلك خشية من أي حرب أو مواجهة قد تندلع مع حزب الله. وحاليا هناك محادثات ما بين إسرائيل والإدارة الأمريكية لوصول مزيد من الأسلحة. ستصل في الأيام المقبلة شحنة القنابل الثقيلة التي كانت عالقة بقرار من الرئيس الأمريكي جو بايدن، ولكن على ما يبدو أن إدارة بايدن سمحت بتسريح قنابل بزنة 250 كيلو جرام أو بزنة نصف طن. وحتى اللحظة نتنياهو يطالب بالحصول على قنابل لسلاح الجو بزنة طن، وهي مهمة للجبهة الشمالية في حال اندلعت المواجهة الواسعة مع حزب الله. حتى اللحظة ليس واضحا بعد إن كانت الإدارة الأمريكية ستستجيب أم لا، ولكن المؤسسة الأمنية بحسب إسرائيل اليوم تعتقد أن الإدارة الأمريكية قد تستجيب لهذا الطلب. كشفت أيضا هذه الصحيفة عن وصول وتسليم الإدارة الأمريكية أسلحة جو لسلاح الجو الإسرائيلي، وهي أسلحة تستخدم في اعتراض المسيرات في الأيام الماضية، ونية الولايات المتحدة تكثيف نقل سلاحها إلى مخازنها في إسرائيل، وذلك في حال قررت تسليم شحنات أسلحة إلى إسرائيل فيكون ذلك سريعا. هذا يأتي ضمن تحالف واضح، تحالف ما بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل، وهناك مساع لمد هذا التحالف ليطاول أيضا دول عربية في المنطقة في محاولة لإحباط الرد الإيراني، وذلك من خلال ما كشفته هيئة البث الإسرائيلية صباح هذا اليوم نقلا عن دبلوماسيين غربيين، وأن المساعي قائمة في هذه الفترة في محاولة لتشكيل مثل هذا الحلف الذي شكل في أبريل الماضي بعد أو خلال الهجوم الإيراني على إسرائيل بقرابة 500 مسيرة وصاروخ باليستي بأنواعه المختلفة. من جهة أخرى هذا مهم لإسرائيل، لأن إسرائيل دائما ما كانت تحاول ترديد مقولة أن إيران مشكلة إقليمية، أن إيران مشكلة عالمية، ولا يجب أن يقتصر مواجهتها على إسرائيل. وكانت تدفع إسرائيل في الفترة الماضية بتشكيل حلف دفاعي أو هجومي ضد إيران في من دول المنطقة، وهذا إذا ما نجح هذه المرة ربما قد يكون مقدمة لاستكمال هذا الحلف أو الذهاب إلى حلف دائم ضد إيران. من جهة أخرى إسرائيل من ناحية السيناريوهات هي لا تستطيع تحديد السيناريو الأرجح، ولكن على ما يبدو أنها تحاول الحصول على معلومات استخباراتية من جهة، وتحاول أيضا التلويح بخيار الضربة الاستباقية. هذا خيار كان مطروح إسرائيليا في الفترة الماضية في الأيام الماضية، وتحدث عنه أمس المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري خلال مؤتمر صحفي. ولكن أحد مستشاري الأمن القومي الإسرائيلي سابقا قال في تصريحات لهيئة البث الإسرائيلية إن ضربة استباقية ضد حزب الله ممكنة بسبب قرب المسافة، ولكن ضربة استباقية ضد إيران معقدة وليست يعني سهلة كما يعتقد الجيش الإسرائيلي. وعليه ربما إذا طال الرد من حزب الله قد تذهب إسرائيل إلى استفزاز حزب الله وتوجيه ضربة واسعة في داخل لبنان، ولكن من ناحية تقنية ومن ناحية لوجستية ربما هذا الأمر والسيناريو معقد ضد إيران، رغم ما قاله المراسل العسكري لموقع والله ونقله عن مسؤولين أمنيين. ربما هذا هو ما
يريد الجيش الإسرائيلي إيصاله للإسرائيليين، ولكن في الفترة الماضية واضح بأن ما يجري حاليا هو تحدي كبير لإسرائيل، ورغم الاعتقاد بأن إسرائيل قادرة على الصمود في ظل هذا الهجوم المرتقب والرد المرتقب من إيران وحزب الله. من جهة أخرى إسرائيل تستعد لتوجيه ضربة. في أبريل الماضي كان الاعتقاد بأن إيران تريد ردع إسرائيل عن توجيه ضربة لإيران، ولكن تبين أن إطلاق هذه الصواريخ لم يردع إسرائيل، وذلك من خلال عملية الاغتيال الجديدة في داخل إيران وتحديدا في طهران والتي طاولت إسماعيل هنية. من جهة أخرى أيضا إسرائيل كانت تعتقد أن ضرب منظومة دفاعية في محيط منشأة نووية واستراتيجية مهمة في إيران رد على الضربة الإيرانية رادع لإيران، وهذا لم يردع حتى هذه اللحظة، والدليل هو قناعة إسرائيل بحتمية الرد الإيراني وحتمية الرد من حزب الله، ولكن كيف ومتى والمنشأة المستهدفة ليس واضحا. ربما سيتم البحث عن رد مختلف لردع إسرائيل، كل طرف يريد ردع الطرف الآخر من خلال الهجوم، لأن الاعتقاد لدى إيران عدم الرد على إسماعيل هنية فإن ذلك سيسمح لإسرائيل باغتيال قيادات بارزة في إيران واستمرار عمليات الاغتيال. عمليات الاغتيال في داخل طهران ليست بالجديدة، هي بدأت باغتيال العلماء النوويين في بعد عام 2009 2010 2011، وكانت هناك أيضا اغتيالات لافتة مثل اغتيال محسن فخري زادة أب المشروع النووي الإيراني في عام 2020 بداخل إيران، وأيضا اغتيال صيال خدائي قبل عامين والذي اتهمته إسرائيل بالمسؤولية عن هجوم ضد منشآت إسرائيلية في الخارج يعتقد بأنها في تركيا. لم تتبنى إسرائيل عملية الاغتيال، ولكن نفتالي بنت الذي كان في حينه رئيسا للوزراء قال ذلك قبل عدة أشهر خلال مقال نشره في وول ستريت جورنال، وتحدث صراحة عن استهداف قائد في الحرس الثوري الإيراني في داخل طهران ردا على مثل هذه الهجمات. ولكن الجديد هو التوقيت والزمان، وربما أيضا أنه جاء بعد قصف إيراني ولإسرائيل، وهو ما يفتح الباب أمام رد ورد مضاد وأيام من القتال، حتى وإن كان الاعتقاد لدى إسرائيل أن إيران وحزب الله لا يريدان حربا إقليمية أو شاملة. أشكرك أحمد جرادات، كنت معي.